سجل سوق اللحوم الحمراء بالجزائر هزة ارتدادية أخرى على خلفية الارتفاع القياسي المتواصل للأسعار، وكإجراء استعجالي سرعت وزارة الفلاحة إلى منح التراخيص الصحية لمتعاملي الخواص لاستيراد العجلات والعجول موجهة للتسمين والذبح. لكن هل هذا الإجراء المؤقت سيحل الأزمة؟ لأن الأسعار بالنسبة للحوم الأبقار فيه هناك كما نقولوا احنا الأغلب كاين نوعين، كاين نوع منتوج المحلي تسمى اللي زايده هنا ومربيه لهنا، العجول اللي زايده هنا ومربيه لهنا ديال الاسعار تاعها حوالي 1400 دينار الى 1450 دينار بسعر الجمله. هذه نحكي لك سعر الجمله. اما كاين النوعيه الاخرى اللي نجيبوها اللي كنا نجيبوها ونجيبوها موجهه للتسمين نسملوها لهنا، هذيك النوعيه كما نقولوا احنا برومي شوا دير من حتى ل 1600 دينار، 1620 دينار، 1600 وكفام حتى 1600 دينار، هذا هو السعر تاعها يعني حسب النوعيه. وبالنسبه للحم الخروف يتعدى 2400 دينار، للاسف تعدى 2400 دينار، هذا الشيء اللي ناسف له. وبالحديث عن برنامج دعم انتاج الابقار الموجه للتكاثر تم اطلاقه بدايه من عام 2010 الا انه توقف لاسباب مجهوله لتعيد احياءه الوزاره الوصيه عام 2020، غير ان برنامج انشاء المشاتل عجز عن الرفع من قطع الابقار والتقليل من استيراد العجول. نشوفوا كان برنامج تحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، نشوفوا دوكا حاليا البرنامج هذا تقريبا ما مشاش كثير، والدليل انه اغلبيه المربيين يستعملوا هذه التقنيات، والابقار لما ما تحسنش تبقى تتناقص في الانتاج ولا ما تبدلش مردود اللي هو لازم يبقى التحسين الوراثي مستمر لجميع سواء الابقار اللي تجي من الخارج او العجلات اللي تولد هنا. نعاودوا نرجعوا نشوفوا برنامج المشتله اللي كانت الغايه نتاعو انه تولد عندنا عجلات هنا اللي تكون هي الابقار المستقبليه وتوالف الجو والمناخ حتى لا يمول توالف الاكل تاع البلاد. اتخاذ قرارات استعجاليه مؤقته لن تحل ازمه ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء، المطلوب التوجه الى انشاء المشاتل والتركيز على انتاج الابقار من خلال تفعيل دور المعهد الوطني للتحسين الوراثي المتمثل في المتابعه الدوريه لعمليه التلقيح الاصطناعي، ولانجاح الخطه ينبغي غلق منافذ التلاعب بالثروه الحيوانيه التي لا تزال تاخذ طريقها الى المذابح دون أن تحول إلى الإنتاج والتكاثر.